السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. عاوتاني الفيديو ديال اليوم غنحاولوا نتعلموا كيفاش نشريو العملات الرقميه بالفيزا او الكارت ماستر او الماستر كارد. في الحلقات اللي قبل كنا شرحنا كيفاش نتسجلوا في منصه ديال بينونس، ومن بعد دخلنا البينونس وشفنا كل حاجه لاش كتصلح، واللي كان بقى لينا اننا ما شفناش كيفاش نشريو العملات الرقميه. هذا الشيء اللي غنشوفه في هذه الحلقه. وقبل ما نبداو الحلقه كنتمنى انكم تشاركوا في القناه وتخليو لنا السبسكرايب واللايك ودي كومونتير اللي يكونوا زوينين باش نكملوا هذه لا فورماسيون. تهلا نحاولوا دابا نمشيو نشوفوا هذا الشيء في التطبيق في البيسي. كندخلوا دابا البينونس وكتطلع لينا هذه الصفحه، كنجيو لهنا اشتي دي كريبتو، كنمشيو للاولى كارت دو كريدي. صافي كتطلع لك هاد الصفحه كما كتشوف. في الخانه الاولى هنا كتحط العمله ديالك، يعني باش غتشري بها عمله اخرى. مثلا انا عندي الدولار، عندي الدرهم، عندي الاورو، اي عمله عندك هي اللي غتحطها هنا. وفي ريسيفوار هنا ملي كتشري العملات الرقميه، البيتكوين، الادا، البي ان بي، الايثيريوم، يعني كاع العملات الرقميه هنا. واللي خاص تلاحظوا عاوتاني ان هنا كتبين لكم واحد 15 كما كتشوفوها هنايا، يعني هذه اقل كميه الا بغيتي تشري البيتكوين. مثلا ديروا عمله اخرى، مثلا الادا، اقل كميه هي 30، يعني 30 دولار الا بغيتي تشري ادا. يعني كل عمله وكيكون عندها واحد النسبه. حنا غادي نحاولوا نشريو يو اس دي تي، يعني الدولار الالكتروني. غتسولوني علاش؟ كما قلنا في الحلقه السابقه الثمن ديال اليو اس دي تي كيبقى ثابت، يعني واحد دولار كتساوي واحد يو اس دي تي. باش نوري لكم ها هو، دونك هذا اللي غنحاولوا ناخذه. كما قلت لكم واحد دولار كتساوي واحد يو اس دي تي، وملي نشري هاد الدولار الالكتروني من ثم نقد نشري العملات الرقميه اللي بغيت. يعني تنشري هذا ومن بعد ندير التحليل ديالي ونشوف العمله اللي غادي نربح فيها، وديك الساعه هاد الدولار الالكتروني نقد نحولو ديك الساعه للبيتكوين، الادا، البي ان بي، الاثيريوم، اللي بغيت، يعني اي عمله رقميه بغيت. الو غنحاولو نشريو هذا. قال لك اقل كميه ممكن ناخذو هي 15، هي 15 دولار. نديرو مثلا حنا بغينا 15، هاي كديرها هنا. كيقول لك شحال غتاخذ، حاسبين لك ان 1 دولار او هاي 1.02 دولار كتساوي 1 دولار الكتروني، يعني ما بيناتهمش بزاف، حد 0.2. صافي المهم عطاتنا 15 دولار، عطينا 14.78 دولار الكتروني. صافي ونديرو سويب. هنا كما كتشوفوا انا مدخل الماستر كارد ديالي، نتوما تحاولوا ديروا اجوتي وكتدخل المعطيات ديالك، السميه ديالك، النيميرو ديال لاكارت اللي كتشوف القدام هنا، امتى غتسالي لك لاكارت، وهنا الكود ديال السيكوريتي اللي كيكون لور فيه ثلاثه الارقام، كتدخلهم كدير سويب. واللي خاص تعرفوا ان في الاسم ديال لاكارت ضروري خاص يكون الاسم ديالك اللي وثقتي به الحساب، يعني ما يمكنش تعطيهم شي رقم او لاكارت مثلا ديال الوالد ديالك او الام ديالك وتدخل لهم هنا، ضروري خاص تكون بالاسم ديالك ديك لاكارت. هنا غتحاول دير الدولة ديالك، دير لادريس ديالك، المدينة، والكود بوستال. وكما قلنا في الحلقة السابقة ان الا بغيتي الكود بوستال ديالك غتمشي لجوجل وغتكتب كود بوستال، قدامها المدينة ديالك، وغيعطيوك كاع الاحياء ديالك والكود بوستال ديالك. صافي ودير اجوتي اون كارت. صافي كدير سويفون. ملي غدوز سويفون ديك الساعة صافي غتكون شريتي هاد 14.78 دولار الكتروني. ويلا شفتو الحلقه السابقه كنمشيو للبورتفوي، بورتفوي سبورت، وغتلقاو تما هاد العمله تزادت عندكم تما. هاد الطريقه ديال الماستر كارد او الفيزا كتكون شويه غاليه. مثلا الدولار كما شفتو كان داير بواحد، هنا كيبيعوه لك بواحد 0.02، شي مرات كيكون طالع حتى 1.15، باش هما كيربحوا معاك واحد النسبه حتى هما. وكما كتعرفوا ان بزاف الناس ما كيديروش هاد الطريقه، ولكن كيديروا الطريقه الثانيه اللي هي البي تو بي، هي اللي غادي نمشيو دابا ونشوفوها. كتمشي لاش تي دي كريبتو وكتجي هنا تريدينغ بي تو بي. هاد الخاصيه هي اللي كنا شرحنا انك ما كتشريش من المنصه، ولكن كتشري من الناس بحالك بحالهم.
يعني ناس بحالك كيحطوا الثمن انهم بغاو مثلا عندهم الدولار بغاو يبيعوه بهذا الثمن وانت كتشريه عندهم، وكتكون بينونس هي الوسيطه بيناتكم اللي كتحميك. الو نمشيو دابا نشوفوا الطريقه كيفاش ونفهموا اكثر. كما كتشوفوا هذه هي الواجهه ديال بي تو بي. هنا كما كتشوفوا كاين جوج خاصيات، كاينه اش تي وكاينه فوندر، يعني سواء انك باغي تشري العمله او انك عندك العمله ولكن انت اللي باغي تبيعها. وهنا قدامهم كاينين العملات اللي متاحه اللي ممكن انك تشريها او تبيعها، كاين الاو اس دي تي، كاين البيتكوين، البي او اس دي، كاين البي ان بي، اثيريوم، دوغ والداي. بالنسبه للعمله الاو اس دي تي وعمله البي او اس دي والعمله ديال الداي هذه الاخيره، هادو بثلاثة عملات اللي ثابتة، يعني واحد دولار كتساوي واحد هاد من هاد العملة، يعني تما بحال قلتي دولار إلكتروني. يعني واحد داي كتساوي واحد دولار، واحد بي يو اس دي كتساوي واحد دولار، واحد يو اس دي تي كتساوي واحد دولار، يعني كيبقاو ثابتين. دابا نحاولو نديرو أننا بغينا نشريو عملة، يعني غندير اش تي غنورك عليها. هنا كيطلعوا لك الناس كاملين اللي باغيين يبيعوا لك. كما كتشوفوا هنايا مختارين العمله ديال لاشين، يعني يمكن الين الصين الى قاتل سميتو. نديروا مثلا الدرهم المغربي الماض، هاي كتختار العمله اللي بغيتي، الدولار، الاورو، باش باغي تخلص تختار هنا. هنا كيعطيوك الاسماء شامها مغربيه، وليد، ايمن، اشرف، يعني هادو كاملين باغيين يبيعوا لك الدولار بهذا الثمن. انت اول حاجه كتختار واش بغيتي الدولار الكتروني، واش البيتكوين، الدولار عاوتاني، البي ان بي، اثيريوم، الداي، كتختار اللي بغيتي. حنا كنختارو اكثريه الدولار الالكتروني يو اس دي، يعني منين تحاول تاخذ هذا عاد ديك الساعه تقدر تحولو للبيتكوين، تحولو للبي ان بي اللي بغيتي ديك الساعه. كما شفتو هنا اختارينا الدرهم المغربي. قدامها كاينه البيمون، يعني باش بغيتي تخلص داك السيد، واش بالبنكه، واش بغيتي تخلصوا بالبايبر، واش بغيتي تخلصوا، يعني كاين انواع بزاف ديال البيم. ها نتوما تشوفوا، ها انت هاي البنكة، يعني كتشوف انت شنو بغيتي، سوسيتي جينيرال، وستر يونيون، يعني كتشوف انت وكاينه كل دوله وشنو فيها. مثلا حنا في المغرب ما عندناش البايبر، يعني ما كيخدموش به حيت كاينه كثره النصب به، يعني ما كيديروش البايبر، يعني بزاف ما كيتيقوش فيه في المغرب. انتوما كتشوفوا الطرق اللي ممكن انك دير بهم البيمو. هاد بنك ترانسفير كيكونوا فيها جميع الشركات او الابناك المغربيه، يعني سي اش، سوسيتي جينيرال، بي ام سي، بي ام سي، يعني كاملين. صافي انت كتختار، ولا انت بلا ما تختار كتخلي تولي بيمو صافي، وكتجي هنا كتشوف الثمن اللي بغيتي تشري به. مثلا هذا بغى يبيع ليا واحد دولار، يبيع ليا 9.35 درهم. هذا شنو هو؟ هذا زيد عليه 36، هذا 37، 37، وكتبقى كتشوف انت الثمن اللي مسلكك. حاجه اخرى اللي خصنا نشوفو هي هاد النسبه، هاد النسبه اللي هنا كل ما كانت فوق 90 كل ما احسن، يعني العمليه اللي كيدير هو كيديرهم مزيان. او كتشوف هنايا الاوردر ديالو، يعني شحال من عمليه دار، حتى هي الا كانت عاليه وكيبان لك ان النسبه انه بزاف كيديرهم مزيان، يعني هاد السيد راه مزيان. ملي كنشوفو النسبه كنجيو هنا كنشوفو هذا، مثلا هاد الدري الاول، هذا عنده دابا 1122 دولار الكتروني اللي باغي يبيع. كيقول لك الا بغيتي تشري عنده على الاقل تشري عنده 1000 درهم، هاي واكثر حاجه تشري عنده هي 10000 درهم. كتمشي انت تشوف اي واحد يبغي يبيع لك، مثلا هذا هو داير نسبه قليله، داير 100 درهم، انك تقدر تشري عنده غير 100 درهم وعنده 2000 دولار الكتروني باغي يبيع. تقدر انت تشري عنده غير 100 درهم، باغي 100 درهم غيعطيها لك 100 درهم. ديروا مثلا غناخذوا من عنده صافي، كتشوفوا النسبه، كتشوفوا العمليه اللي دار، الى عجبكم صافي كديروا اشتري. فين كتدخل هنا اش تي صافي، ملي كتدخلوا تحاولوا تجيو لهنايا الكونديسيون. هاد لي كونديسيون ضروري تقراوهم حيت كل بائع
كيفاش كيقول لك بغا فلوس مثلا تصيفطهم ليه في السياج، تصيفطهم ليه مثلا في هاد البنكه كيبغي. كل واحد عنده الطريقه كي دايره، كيقول لك تواصل معايا على حساب، كاين اللي كيقول لك كتب ليا في الموتيف انني كندير الاي كوميرس، ما تكتبش ليا عرف شوف فين كتبغيو تصيفطوا الفلوس، كيقولوا لكم شنو السبب باش باغي تصيفط ليه الفلوس. يعني كاين اللي كيقول لك دير ليا اي كوميرس، ما ديرش ليا مثلا راه كنبيع هادشي ديال العملات الرقميه. يعني كل واحد عنده لي كونديسيون ديالو. مثلا هنا هذا كيقول لك يجب ان يتم التحويل البنكي من الحساب الذي يحمله اسمك تجنبا لاي مشاكل. يعني تحاول تصيفط ليه الفلوس بالاسم ديالك، يعني كونت بانكير ديالك الخاص به صافي. وهنا كيقول لك انك تصيفط عليه من السياج للسياج، يعني باش دغيا كدوز، حيت الا مشيتي صيفطتي عليه مثلا في شركه اخرى غتوصلوا من هنا يومين، من هنا النهار. يعني هو كيبغي من السياج للسياج حيت غتوصل دغيا. يعني هاد لي كونديسيون ضروري انكم تقراوهم قبل ما انكم تشريو عند شي واحد العمله. كتجيو هنايا كتقولوا النسبه اللي بغيتي تشري بالدرهم. مثلا انا قلت بغيت نشري غير 100 درهم، كدير 100 درهم هنا كيكتبوا لك شحال غتعطيك. هنا عطاتنا 10.68 هي هذيك، يعني 100 درهم كتقسمها على شحال هو كان بغى يبيع لك الدولار. كان بغى يبيع لينا قبيله ب 9.36، يعني 100 درهم قسمه 9.36 غتعطيك هذه النسبه ديال الدولار صافي. ديك الساعه كدير الشراء. وكما قلت لكم الاغلبيه ديال الناس هنايا كيخدموا بالسياج، يعني المغاربه كيخدموا بزاف بالسياج. ما كنتيش باغي بالسياج غتخرج تجي لهنا. مثلا انا ما عنديش كارت بونكير، غنخدم بويستر يونيون. ويستر يونيون كاين هذا، كاين واحد اللي كيبيع بها، ها هو ادخل دير اش دي تقرا حتى هو لي كونديسيون ديالو. وديك الساعه تحاول تصيفط ليه، هنا تكتب شحال بغيتي بالدرهم، غيعطيوك شحال من دولار، غدير اش دي صافي. كيدخلوك لصفحه اخرى باش تتواصل مع البائع صافي. ملي غتواصل مع البائع راه غيعطيك المعطيات، مثلا اسم البنكه، الرقم ديال الحساب، باش انت تصيفط ليه الفلوس تما وهو يصيفط لك العمله ملي غيتوصل بالفلوس. وراه كتكون المنصه ديال بينونس هي الوسيط بيناتكم، يعني كيكون التلاعب قليل قليل بزاف. غير ديما دير اتونسيون انك تخرج من المنصه. مثلا تواصلتي مع البائع وقال لك يلا نمشيو الواتساب ونكملوا هاد العمليه تمايا، مثلا ما نكملوهاش بينونس، حاول ديما تبقى في بينونس، يعني تعامل معاه في بينونس، ما تخرجش من ديك الصفحه تتحاول توصل بالعملات الرقميه ديالك. حيت بزاف نصبوا عليهم بهذه الطريقه، كيقول لك يلا تواصلوا في تيليجرام ولا واتساب، كتمشي انت كدوي معاه تما، كيقول لك صيفط ليا في واتساب صافي، كتصيفط ليه الفلوس. ديك الساعه كيبلوكيك وانك ما كتوصل بحتى حاجه، وكتكون عرضه للنصب. يعني خاص المعاملات ديما يكونوا وسط بينونس. نحاولوا دابا نمشيو نشوفوا عمليه البيع. نخرجوا من عند هذا، هنا كاين الشراء، هنا كاين البيع. نوركوا على البيع، نحاولوا نبدلو هنا، نديرو بنك ترانسفير. هنا كيعطيوك كاع الناس اللي باغين هاد المره يشريو عندك. هاد الناس بغاو يشريو عندك مثلا 9.30، 9.29. وكما شفنا قبيله ان كانت البيع كان كيديروه ب 9.36، ولكن هاد الناس بغاو يشريو بقل، يعني 9.30. هنا كيحطوا النسبه شحال بغاو يشريو صافي. هنا كتشوف انت الناس اللي باغين يشريو من عندك، كتدخل عنده. مثلا انا عندي واحد 1000 دولار الكتروني، بغيت عجبني الثمن ديال هذا، بغي يشري عندي ب 9.30. يعني كندخل عنده كندير فوندر، حتى هو نفس الحاجه، نحاول نقرا لي كونديسيون ديالو صافي. كنجي نفس الحاجه كنكتب هنايا شحال من دولار عندي. مثلا قلت لكم انا بغيت نبيع 1000 دولار الكتروني، هو شحال يخلصني؟ غيخلصني 9300 درهم، غيصيفط ليا في لو كونت بونكير ديالي. وبحال هكا كما شفتوا اننا ممكن اننا نشريو العملات الرقميه او نخرجوا فلوسنا من المنصه ديال بينونس. كان هذا شرح خفيف، يعني خفيف ظريف، كنتمنى انه يعجبكم. الى عجبكم ما تنساوش خليو لينا السبسكرايب واللايك ودي كومونتير اللي يكونوا زوينين. ونشوفكم في الحلقه الجايه، تهلاو ليا فراسكم، باي باي.